شيكاغو تعتبر من أجمل المدن اللي تستقطب الجالية العربية إليها، مدينة قوية اقتصادياً، مدينة فيها فرص عمل كثيرة، مكان جداً مناسب شيكاغو للعائلات العربية أن تعيش فيه، لأنه في كل الأشياء اللي البيئة المناسبة للعائلات. تعالوا اليوم نعرفكم على العقارات في مدينة شيكاغو ونحكي فيها ما بين الشمال والجنوب مثل تجمع الجالية العربية. الضريبة مرتفعة في النورث أكثر من الساوث ولا هن مثل بعض؟ وين الأفضل الواحد إنه هو مثلاً يشتري أو يسكن بالنسبة كجالية عربية؟ شو المعايير اللي أنا لازم أختار فيها إنه هذا العقاري يمشي معه ولا هذا العقاري يمشي معه؟ هل بتتوقع إنه يصير في كراش بالسوق العقاري؟ شراء البيت هو استثمار، هو حتى لو أنت رح تقعد به سنة سنتين خمسة عشرة هو استثمار للمستقبل. اليوم الحلقة مميزة جداً لأن العقاري الموجود معنا في هذه الحلقة أخونا سامر طعمة، عراقي إجا لهون على الولايات المتحدة الأمريكية من 13 سنة، إجا على مدينة شيكاغو، حب المدينة وبدأ يشتغل بالعقارات. اشتريت لنفسي بيت أول ما أجيت بعد سنتين وحسيت بالفرحة هذه، إنه واحد واو. لازم أنت لما تشتري شيء تتأكد إنه هذا الشيء اللي عجبك ممكن يعجب غيرك في المستقبل. اليوم بيشتغل بواحدة من أكبر الشركات العقارية في مدينة شيكاغو. والله أنا اخترت هذه الشركة لأنه هي نمبر 1 في إلينوي. تعالوا نعطيكم شوية معلومات في مدينة شيكاغو، نتعرف عليها ونشوف شو أسرار وخبايا مدينة شيكاغو. تفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يا سيدي منورة بأهلا. حبيبي. وبينا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. جايين على شيكاغو، جبنا معنا شوبات فلوريدا. بهالجو الجميل. يا احلى جو حبيبي، الله يكرمك. بدنا نتعرف على العقارات، عندنا اسئله عن مدينه شيكاغو. أكيد. جمال شيكاغو. أكيد. حلاوه شيكاغو. اهلا وسهلا. نبدا؟ تفضل. بسم الله. تفضلوا معنا لنعرفكم على العقارات في مدينه شيكاغو. تفضلوا. أنا اسمي سام طعمة الخفاجي من العراق، صار لي 13 سنة في إلينوي. حلو. وعندي ماجستير في إدارة الأعمال في الماركتينج. يعني أنت صار لك 13 سنة في شيكاغو. نعم. وتحب لمدينة شيكاغو؟ أعشقها طبعاً. شو المميز في مدينة شيكاغو من وجهة نظرك غير مثلاً الجو؟ شيكاغو هي مدينة العمل، كثير أكو عايشين على الحدود وبيجوا يشتغلوا في شيكاغو. شيكاغو مدينة فيها عمل كثير، مطارها استراتيجي، في نقل وفي المطارات وفي سكك القطار وفي التجارة، يعني بصورة عامة والشركات عندهم شغل ممتاز جدا في شيكاغو. شيكاغو هل هي مناسبة للعائلات؟ مكان جدا مناسب شيكاغو للعائلات العربية أن تعيش فيه، لأنه في كل الأشياء اللي البيئة المناسبة للعائلات. مثلا في الشوبينج موجود، كل الجروسريز العربية موجودة وكأنك أنت في بلادك. حلو. عندك الجوامع، الكنائس، كل الأشياء، الديانات كلها هنا ما شاء الله. يعني احنا نقول يعني واحد لازم يكون بمكان بيحسس أنه هو يكون قريب على بلده. شلون كانت بداياتك أول ما جيت على أمريكا؟ قصة طويلة. رحلة طويلة جدا. وصلنا على أمريكا 2011 وبدأنا الحياة. طبعا لما واحد يدخل بيكون بالبداية تايه شوي 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 شوي، مشت الأمور واشتغلنا شغل كثير وكذا. وبعدين حبيت الشغل العقارات يمكن بعد سنتين ما جيت أمريكا. اشتريت لنفسي بيت أول ما جيت بعد سنتين وحسيت بالفرحة هذه، إنه واحد واو، إنه وصل على مكان غريب وصار عنده بيت. فلما حبيت هذا الشيء بديت أبحث وبديت أعلم أصدقائي، بديت إنه أشوف إنه أوكي هذا المجال والله هيعجبني. بديت أبحث به ووصلت هذه المرحلة. شهادتك أنت قلت لي بالماركتينج. صحيح. هل فادك هذا في مجال العقاري؟ أكيد طبعاً، لأنه شغل العقارات هو مرتبط ارتباط قوي جداً في الماركتينج. يعني أنت لما تعرض بيت لو عملت عليه ماركتينج صحيح حتبيعه بيوم واحد، وما شاء الله كثير ناس نبيع بيتهم في ويكند واحد. يعني نعرض البيت يمكن الخميس أو الجمعة، في الويكند عندنا كونتراكت و
وممكن حتى أعلى من السعر. فطبعا الماركتينج هو جدا مهم في العقارات. طيب حكينا شوي عن رخصة العقار، في إيه لأنه سهلة صعبة معقدة غالية رخيصة؟ هو ما في شيء يعني هو نقول مستحيل. أوكي. مثل ما شيء أنا قدرت أسويه يمكن غيرها يقدر يسوي، بس المجال اللي واحد يدخل فيه لازم يكون هو بيحب هذا المجال، بيكون عنده إلمام في هذا المجال ومعلومات كفاية. يعني هو مش موضوع أنه أنت تطلع رخصة وبعدين تجيب زبون وتبيعه، لا لأنه في تفاصيل كثيرة ومعلومات كثيرة لازم واحد يعني يكون عنده إلمام فيها حتى يساعد الناس أنه يوصل لهم المعلومة الصحيحة المضبوطة اللي ما فيها أي غلط. يعني لو كانت المعلومة اللي حوصلها تكون غلط بسبب أنه أنا ما عندي معلومات، الزبون راح يتأذى. فلازم تكون صادق وتشتري الشيء للزبون اللي هو بيكون مثل يكون لك أنت. ما شاء الله تبارك الله، شركة آت بروبرتيز. نعم. شو المميز بهالشركة؟ ليش أنت اخترت هالشركة تشتغل فيها؟ والله أنا اخترت هذه الشركة لأنه هي نمبر 1 في إلينوي، نمبر 1 من ناحية المبيعات ومن ناحية عدد الليستينجز. الليستينجز هي مهمة جدا. الليستينجز يعني هي البيوت اللي معروضة للبيع. لما أنت تشتغل مع ناس يريدون يبيعون البيت، أكيد هم يريدون البيت ينعرض مع الشركة اللي هي نمبر 1. صحيح. واللي يريد يشتري بيت لازم يروح على الشركة اللي عندها بيوت كثيرة معروضة للبيع. شو المناطق اللي انت بتغطيها مثلا؟ نورث، ساوث، داون تاون، وين بتغطي؟ تمام. انا اكثر شيء اغطي النورث سببز اللي هي المناطق اللي فيها الجالية وحولها طبعا. وطبعا الساوث اكيد لانه في جالية كثيرة في الساوث، فاروح للساوث كثير. شيكاغو والمناطق اللي حوالينها في عنا نورث وساوث، ما في ايست لانه الايست هو الليك، فعندنا الوست. فالمساحة بتكون يعني محدودة. حلو. بدنا نحكي شوية عن العقار في شيكاغو. شيكاغو ما شاء الله كبيرة جدا، شمال جنوب. وين الأفضل الواحد إنه هو مثلا يشتري أو يسكن بالنسبة كجالية عربية؟ وين المناطق اللي أكثر شيء بترغب للجالية اللي تروح عليها؟ الجالية العربية موجودة بالنورث عدد كبير، وفي بالساوث عدد كبير جدا. المكانين هم مناسبة للعائلات، مناسبة للشوبينج، الأشياء العربية موجودة في هذه المنطقتين. وحتى أسعار العقارات في هذه المنطقتين هو متقارب، يعني ممكن تلاقي أشياء بأسعار مناسبة ومتوسطة، وممكن تلاقي حتى المليون دولار سعر. لا أنا بس أنا يعني يمكن معلومة أن النورث أغلى شوي من الساوث. صحيح، لأنه أوكي. النورث هو يعتبر أقرب على الأشياء مثلا المطار والأشياء اللي هي الحيوية في الـ في الـ في الولاية. من واقع خبرتك، شو هي أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها تقريبا، لك العرب أو غير العرب، أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها الناس عن شراء البيت؟ تمام. أو لما يبدون يتعاملوا مع عقاري، أعطيني أخطاء شائعة. الأخطاء الشائعة أنا أعتقد إنه واحد لما يشتري أي شيء مو بس البيت لازم ما بيتعامل بالعواطف، لازم يتعامل بالمنطق ويشوف المستقبل. لازم أنت لما تشتري شيء تتأكد إنه هذا الشيء اللي عجبك ممكن يعجب غيرك في المستقبل. شراء البيت هو استثمار، هو حلو. حتى لو أنت راح تقعد به سنة سنتين خمسة عشرة هو استثمار للمستقبل. لازم يكون القرار دائما مو من العاطفة، يكون قرار من العقل مضبوط. يعني هل بتتوقع انه يصير في كراش بالسوق العقاري الفترة القادمة؟ اوكي. اول ما بدأ الكوفيد كثير ناس لا تشتروا بيوت، رح ينزل سعر العقار كذا كذا، كل هذا ما صار. كل البيت اللي كان سعره 300 ألف في بداية الكورونا حاليا سعره ممكن 450 ألف. هو العلم عند الله طبعا، دائما هو اقتصاد وصحيح وأرقام وكذا، بس العلم علم عند الله. بس التقارير الاقتصادية تقول صعب انه يصير كراش. ليش؟ الكراش لما صار في سنة 2008 كان عدد البيوت اللي معروضة في السوق عالي جدا وما كان في بايرز. حاليا السوق البيت ينزل ممكن كما ذكرنا ينباع بيوم او يومين، فهذا مو علامات انه راح يكون في طلب كبير. معك. طلب عالي جدا، طلب أوكي. جدا عالي. فانت لما يكون الطلب ضعيف ممكن نتوقع نقول اوكي بيوت كثيره بالسوق راح تنزل اسعار البيوت، بس طبعا العلم عند الله وهو هذا الشيء ما نقدر نعرف فيه. يعني المؤشرات هكذا تقول 100%. احنا علينا بالمؤشرات 100%. والعلم الغيب بيضرب بالعالمين. بالضبط.
أنا اليوم إذا بدي أشتري بيت وحبيت إني أنا أتعامل مع عقاري، شو المعايير اللي أنا لازم أختار فيها إنه هذا العقاري يمشي معه ولا هذا العقاري يمشي معه؟ أهم شيء إنه العقاري يكون عنده حس لما يدخل البيت يشوف شنو الأشياء اللي موجودة حتى داخل الحائط، لازم يعرف تفاصيل هذا البيت شنو. أوكي. لأنه الشخص اللي وثق فيه واختار الخدمة اللي نقدمها هو يشوف على شيء معين اللي هو مثل ما قلنا العاطفة، اللي هو حيشوف يعني كم هو البيت مناسب لأنا. لونه حلو بالضبط. أشياء ممكن أنا لون الحائط عندي ما يفرق، لأن هذا ممكن تغير بيومين، بالويكند تغير الحائط لونه وينتهي الموضوع. صحيح. بس أنا أشوف الأشياء اللي هي يعني فيها أكثر تفاصيل في الكونديشن تبع العقار هذا. نعم. كثير ناس يدخلوا على بيت ويعجبهم، أنا أعارض أقولهم لا هذا البيت ما ينفعكم، يا أما أنه في مشكلة في حالة البيت أو أحيانا مشكلة في السعر. شوي إذا بدنا نعرف أكثر عن العقارات في شيكاغو، هل هي غالية؟ هل مبالغ فيها؟ أسعار العقارات في شيكاغو مقارنة بالمدن الرئيسية في أمريكا يعتبر مناسب، يعني في الأسعار المناسبة جدا، وتعلى ممكن تشتري بيت بمليون وأربع ملايين وخمس ملايين. أكيد. بس البيوت المتوسطة السعر موجودة ومتوفرة بكثرة. شو الأفريج تقريبا؟ يعني أنت مثلا خلينا نقول الأفريج مثلا السنجل هاوس 400-500 ألف ممكن تلاقي بيت. أوكي. وممكن حتى أقل، يعني حسب بعض المناطق ممكن حتى تلاقي 350 ألف. لو تريد تطلع أكثر بالسعر ممكن تروح، لو تروح 600-700 ألف حسب المنطقة طبعا. صحيح. بس الأفرج ممكن نقول 500 ألف. 500. بالنسبة لضريبة العقار. أوكي. هل الضريبة مرتفعة في النورث أكثر من الساوث ولا هن مثل بعض؟ سؤال جميل جدا. الشيء الغريب انه النورث والساوث هي يمكن سياقه حوالي ساعه تقريبا ما بينهم، يعني او 50 دقيقه حسب الترافيك، بس هي نفس الكاونتي، هي ترجع على كوك كاونتي. فانت الجاليه اللي ساكنين في النورث واللي ساكنين في الساوث اكثرهم هم في نفس الكاونتي، بس لو طلعت على مناطق اخرى في الويست يمكن تكون كاونتي اخرى، ما راح يكون فرق جدا عالي بالضريبه، بس يعني متقارب، الضريبه تقريبا متقاربه في اكثر. حلو. اذا بدي اسال اخي سامر، شو الحلم تبعك في مجال العقاري مثلا؟ طبعا. او على المجال الشخصي؟ حلمي انه كل شخص عربي هنا يجي يكون عنده بيت، لانه هو لازم يكون مستقر، هذا بيته الثاني. okay. يعني مثل ما كان في بيته الاول في موطن الام عنده بيت له ولاولاده، وهو نشا في بيت معين عنده ذكريات. البيت هو عباره عن ذكريات. صحيح. يعني انت كل زاويه من البيت اللي انت عايش فيه عندك فيه ذكريات. اشكرك شكرا جزيلا على المعلومات وعلى استقبالك لنا. يا جماعه الخير، كنا معكم في هذا التقرير الجميل في مدينه شيكاغو، عرفناكم على العقارات وعرفناكم على قصه هذا الرجل المحترم ايضا. اذا بدك اي معلومات عن العقارات حنترك لكم ارقام التواصل مع اخونا هون سامر في وصف هذا الفيديو وايضا في التعليقات. اشكرك مره ثانيه، شكرا جزيلا. كنا معكم اليوم في مدينه شيكاغو. آخر شيء إحنا عادة بنقول لهم يا هلا، فبنقول يا هلا ويا مرحبا. يا هلا، سلام عليكم.